ترأس فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الاجتماع الدوري لمجلس حكماء المسلمين في العاصمة البريطانية لندن، والذي يتزامن مع اختتام فعاليات منتدى شباب صناع السلام. وتناول الاجتماع التحضيرات لمنتدى شباب صناع المستقبل الذي تقرر تنظيمه في القاهرة في أكتوبر المقبل. ويجمع المنتدى العلماء والمفكرين من الغرب ممن كتبوا عن الإسلام، وكذلك نخبة من المفكرين والعلماء المسلمين لتتباحث بمسؤولية على الجانبين بشأن الصورة الحقيقية للإسلام باعتباره دين المحبة والتسامح والتعايش المشترك.